إذن إلى 44 دولار، والدولار ارتفع من 5 فرنك إلى 10 فرنكات، يعني أمطرت السماء ذهبا وفضة. لكن لم نحسن على الإطلاق استعمال هذه الموارد وهذه المنة اللي جابها الله تبارك وتعالى هكذا كرزق للشعب الجزائري. طيب عاشت الناس، والناس يعني ما ظنش انهم عندهم حرص كبير، يعني احنا راهلنا كثير على ان الطبقات العامله ستدافع عن حقوقها يوم تداس، و الناس تفوتهم المجتمع نتاع الاستهلاك ويمشوا مع المجتمع الاستهلاك، يعني هذه طبيعه الشعوب يعني، وهذا اللي حصل طبيعه البشر، هذا اللي حصل بالجزائر. طيب لدرجه انه نتكلم مع الناس يتكلموا لي على العشريه السوداء، العشريه نتاع الرئيس اللي جنب بعد الرئيس بولدي، نقول عشريه سوداء ايه ولا بيضاء ايه ولا انتخبتوا على الرجل ثلاث مرات انتخبوا عليه والان تكلموا على العشريه السوداء. صحيح مسؤول، لكن هو وحده مسؤول، يعني انتم ما عندكم اي مسؤوليه. ثلاث مرات ينتخبوا عليه ومن بعد يتكلموا لك على العشريه السوداء. ولهذا يوم جات الازمه نتاع البترول، نتاع سقط اسعار البترول من 86 87، ما كان منتظر هذا، وكان الحوار ما بين الحاكم والمحكوم على ما ياتي وما يش نكته مصريه. قال البلاد، هذا رئيس الدوله يخاطب الشعب، يقول البلاد اللي ما فيهاش مشاكل ماهيش بلاد، وإحنا والحمد لله ما عندناش مشاكل وماهيش نكته مصريه. يعني هذه فات في التلفزيون الجزائري، يعني يعرفها الخاص والعام، كلمه رسميه للرئيس، كلمه رسميه. صحيح كلمه رسميه، حتى تعرف مدى الهوة اللي كانت ما بين الحاكم والمحكوم.